استفادت أزيد من 60 أسرة تعيش الهشاشات بدوار ولاية بعبر التابعي لجماعة البهارة بإقليم تارودنت أمس الأحد من دعم قافلة ليف التي جرى تنظيمها من طرف المركز المغربي لحقوق الإنسان بتنسيق مع اتحاد تجار ومهني سوق التلاتة بإذكال، وذلك قصد التخفيف من آثار موجة البرد وتداعيات الهشاشات بهذه المنطقة. واستهدفت هذه العملية التي تمت في احترام تام للإجراءات الاحترازية سكانا قرويين من دوار أولاد معمر، وشملت هذه المبادرة توزيع مساعدات غذائية على الأسر وتوزيع ملابس على الأطفال والنساء والرجال وتنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة أطفال المنطقة. المساعدات الغذائية تركزت على المواد الاستهلاكية الأساسية الضرورية كالدقيق والسكر والقطن والزيت والسكر والخضر، إضافة إلى مواد للطبيب. رحيم، هذه القافلة قافلة دفء، القافلة الإنسانية التي ننظمها للمناطق النائية والمناطق الجبلية بجهة سوس ماسة أو خارج جهة سوس ماسة. هذه القافلة رقم 14 سنة هذه، وحنا نفس كنخدموا في نفس المنهاج ونفس الجهود اللي كنديروا كل سنة، واخدينها كعادة من أجل إدخال الفرحة والسرور على مجموعة ديال الناس عموما بالمناطق النائية. هذه المبادرة اللي درنا بتنسيق مع جمعية اتحاد التجار ومهني سوق التلاتة بإنزكان، وواحد المجموعة ديال المنخرطين ومتعاطفين مع المركز المغربي لحقوق الإنسان. هذا عمل إنساني، كما يعلم الجميع أن العمل الإنساني هو ما عندوش حدود وما عندوش جنسية. العمل الإنساني كيخلينا يعطينا واحد الحافز كبير باش نجو عند واحد المجموعة تاع الناس ما كنعرفوهم ما كيعرفونا، وكنوجدوا لهم شهور باش نجيو نديروا هذه الزيارة لهم ونساهموا معاهم بمواد غذائية وخضار وملابس جديدة وألعاب للأطفال، وكنديروا أمسيات للأطفال، وهذا الشيء كامل كيخلينا مرتاحين وكيخلي واحد الانطباع جيد في النفوس ديالنا. وكنتمنى من إخوان ديال الجمعيات المجتمع المدني يلتفتوا للمناطق النائية أو الجبلية، راه كتعرف واحد الخصاص كبير في المواد الغذائية، خصوصا أن فرص الشغل غير موجودة هنا. الأغلبية ديالهم كيمشيو يشتغلوا في المدن، هما في البوادي هنا راه ما كاينش فرص الشغل. وهذا الموسم كتعرفوا كيعرف الجميع أنه موسم كيعرف شح في تساقطات الأمطار. كنتمناو إن شاء الله يكون خير، كنتمناو بلادنا تزيد لقدام، وشكرا لكم. دائما في إطار المبادرات اللي كيقوموا بها المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إنزكان أي تملول بالجهة، خاصة في المناطق النائية، يعني كنستهدفوا الطبقة الهشة الطبقة الفقيرة من المجتمع. قمنا اليوم بحملة دفء تحتوي على توزيع مجموعة من المواد الغذائية، الخضار، الملابس الجاهزة للنساء الأطفال والرجال كذلك. وهذه يعني هذه المرة هي الدورة الرابعة عشر اللي كيقوم بها المركز هذه السنة، يعني رغم الجائحة اللي كانت هذه تقريبا 3 سنوات، إلا أن دائما المركز كيحاول يعني ما يوقفش في يعني ما يوقفش المساعدات ديالو دائما الساكنة اللي محتاجة. قد خلفت هذه المبادرة استحسانا لدى الأسر المستفيدة بالمنطقة، حيث أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهم في ظل الوضع الاجتماعي الذي تعاني منه هذه الأسر. أدوني خلف ربي، أدوني زاد ربي، لا قبل لا خلف، كوني سربح ربي، كوني قيل ربي، أولي لحربي دا منو نغلخلع،
اكوني صبح ربي اكوني ضل ربي اما زال نخدو ادو ما خدا فوق القدر نفكر ربي اختار والدين صافي. مرحبا بكم اي سيدي، مرحبا بكم، ان شاء الله انوري لي بلا الخير. تبارك الله عليكم بصحتكم، الله يعطيكم الصحه، الله يخلف، الله يقوي الخير، الله يجعل البركه، الله ينصر سيدنا. جمعيه عاوناتنا والله يسهل عليكم والله ينصر سيدنا والله يجازيكم بخير، تنشكركم مزيان. السعادة اللي جات من عندكم ومن عند سيدنا الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، يرحم ربي الوالي زين، هذا غادي يرحم ربي، الله ينصر سيدنا. على قيقعات الأحواش والفرحة الساكنة اختتمت النسخة 14 لقافلة تشعيل بجامعة البهارة باستفادة أزيد من 60 أسرة معوزة.